الطقس طبعا دلوقتي احنا كلنا بنبقى حريصين نعرف ايه اخبار الطقس، خاصة ان احنا خلاص على ابواب فصل الصيف في يوم 21 يونيو، يعني تقريبا بعد حوالي 5 ايام. طبعا الناس بقى كلها بدأت انها تقلق بقى من فكرة الصيف والرطوبة العالية، خاصة الذروة اللي كانت موجودة الاسبوع اللي فات. طبعا بيحصل تغيرات في الجسم وقت الصيف، ولكن دايما بنبقى بندي لحضراتكم كده بعض النصائح اللي بتبقى مهمة جدا جدا فصل الصيف، وكانت منها طبعا اكيد شرب المية الكتير. الحمد لله انكسرت شوية ذروة اللي كانت موجودة الأسبوع اللي فات بتاعت ارتفاع درجات الحرارة، وطبعا متوقع انه في فصل الصيف انه يبقى فيه ارتفاع بقى للرطوبة، لأن الرطوبة هي اللي بتفرق في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. ولكن دايما كل يوم بنتابع مع حضراتكم البيان اليومي اللي بيخرج من هيئة الأرصاد الجوية، اللي بتقول النهاردة ان الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالنسبة بالليل بقى هيسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. تعالوا برضو نطمن على بيان درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم.